طلب وزير التربية محمد إقبال بفتح باب التحقيق بشأن الاعتداء على مدرسة الأجيال من قبل قوات الأمن، معتبرا أن تكراره يدق ناقوس الخطر. الوزير إقبال أجرى اتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادة عمليات بغداد، شدد خلالها على أن الاعتداء بالضرب على الكادر والتجاوز عليهم بالألفاظ الغير لائقة وبث الرعب في نفوس الطلبة أمر مستغرب وغير مقبول، كما أنه يشكل تجاوزا صارخا على القانون والدستور. يأتي هذا الاعتداء بعد تعرض مديرة مدرسة رقية للبنات في محافظة ذي قار للاعتداء بالضرب من قبل ضباط شرطة داخل الحرم المدرسي، وتعهدت وزارة التربية باتخاذ إجراءات حازمة للحيلولة دون تكرار أي اعتداء مشابه. هو الحرس حرس ربك؟ لأن قلت للطلاب خطية وشيء. هذا جندي للحرس. جندي وحده جي هو هذا جندي وحده. قلت له خطية بنات يبكين على كيفك، رأسا ضربني بالأخمس. السلام عليكم.